تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس تفقد عددا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة رمسيس وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبري السادس من أكتوبر. كما اطلع سيادته على سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة، وقد ناقش السيد الرئيس العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية، مشددا سيادته على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء، حفاظا على صحة كافة العاملين بالمواقع الإنشائية. احنا سيادتك الطرق كانت أربع مراحل. المرحلة الأولى شملت على تنفيذ الطرق الداخلية للمتحف والطرق المحيطة الخارجية به، ودي سيادتك نسبة تنفيذها 95%. المرحلة الثانية وكان إنشاء محور المنصورية من تقاطع الهرم حتى الطريق الدائري، شمل الاثنين عمل صناعي، كوبري اعلى الهرم وكوبري اعلى فيصل، وده سيادتك نسبه تنفيذه 100%. المرحله الثالثه تمام، تطوير طريق الفيوم من الطريق الدائري الاوسطي حتى ميدان الرمايه، وده سيادتك نسبه تنفيذه 100%. المرحله الرابعه هو المسار اللي سيادتك بتشرفنا فيه النهارده، ده سيادتك باستكمال الطريق الدائري من تقاطع المنصوريه حتى تقاطع الفيوم بطول 6 كيلو، عليه اثنين عمل صناعي، تقاطع الفيوم نسبه تنفيذه 100%، وتقاطع المنصورية جاري نهائه نسبة تنفيذه الحالية 98%. المسار ده سيادتك كده هيربط القوس الجنوبي والقوس الشمالي للطريق الدائري، وبكده يكون الطريق الدائري مكتمل بنسبة 100%. الطريق الدائري الحالي سيادتك أربعة حرم مرورية لكل اتجاه، وهيئة الطرق بتقوم بتطويره بإنشاء طريق داعم ليكون ست حرم مرورية لكل اتجاه. احنا خدنا الكلام ده في الاعتبار. وانا جاي شفت اللوب اللي انتوا عاملينه، فلقيتوا انتوا عاملينه حارتين بس. كنا ادينا توجيه قبل كده ان احنا ما نعملش لوب ابدا اقل من 3. ده توجيه عام. تمام. اللوب يبقى كام؟ 3 مش 2. ليه؟ اولا هو بياخد جهد كبير قوي لانه جاي من بينزل ناس او بيطلع ناس بالعربيات بتاعتها، ثم بقى طبعا الجهد اللي بينزل فيه كطريق يعني. فانا بدل ما اعمله وبعدين يبقى تكدس ويعمل لي مشكله وحوادث، طب انا اخليه 3 او اكتر. قول لي بقى هتعمله هنا ايه؟ احنا سيادتك اخذنا في الاعتبار الموضوع ده وعملنا الطريق الوسط 6 كيلو دي 6 حرم مرور لكل اتجاه، بحيث ما هي الطرق تكمل ان شاء الله يبقى الطريق الدعم في الجزء ده خلصان. احنا هنا سيادتك المنطقه هنا نتيجه قربه من المنطقه الاثريه ويعتبر جنوب المنطقه الاثريه، تم التنسيق مع وزاره السياحه والاثار على انشاء 6 نقطه مشاهده على جانبي الطريق لخدمه الحركه السياحيه المتوقعه بعد تشغيل الطريق. الغرض يا فندم من انشاء المحور هو تخفيف ضغط الكثافات المرورية الواقعة على التقاطعات المحيطة بالمحور يا فندم. يقوم هذا المحور يا فندم بخدمة ناس الساكنة حول الطريق يا فندم. القطاع العرضي للمحور يا فندم يتكون المحور من 3 حالة مرورية لكل اتجاه يا فندم. الأعمال الصناعية يا فندم الموجودة على المحور عدد عمل صناعي واحد، وهو عبارة عن نفق عند تقاطع محور نيو جيزة يا فندم مع الطريق الدائري يا فندم. المحور ده احنا جايين عليه ولا ده عمودي على ده؟ لا سيادتك اللي سيادتك جاي عليه يا فندم. جاي عليه. ايوه يا فندم. هو محور نجيزه يا فندم. يعني احنا مش محتاجين ان احنا نوصله من هنا، هو واصل اساسا. واصل يا فندم من سيادتك من 50 متر. حاجة تاني؟ لا تمام يا فندم. الناس كده بتبص على تمام يا فندم. خلي بالك. تمام يا فندم. شكرا. سلام عليكم.